السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين في كل مكان. هنبدأ النهاردة مع بعض ب lesson 2. ده عندنا part A، لأن الدرس ده مقسم لجزئين part A و part B. فالنهاردة معايا part A، إن شاء الله هشرحه معاكم بطريقة سهلة وبسيطة. لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش دعموني بلايك للفيديو علشان أقدر أستمر معاكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة. يعني نبدأ. زي ما شايفين درسنا النهاردة بعنوان types of adaptations، يعني انواع التكيف. اخذنا المره اللي فاتت يعني ايه adaptation، وقلنا adaptations they are characteristics that help living organisms to survive and reproduce in the ecosystem in which they live. يعني قلنا هي الخصائص اللي بتساعد الكائنات الحية ان هي تنجو وتتكاثر، او يعني تبقى على قيد الحياة وتتكاثر في النظام البيئي اللي هم عايشين فيه. تمام. بيقول look at the following picture then put take or false. اول حاجة بيقول camel's body is covered with a special thick hairy skin to adapt to live in desert. يعني جسم الجمل مغطى بجلد خاص سميك مشعر to adapt to live in desert، يعني علشان يتكيف مع العيش في الصحراء. عندنا special معناها خاص، thick hairy skin معناها جلد سميك مشعر. يعني بيقول ان الجمل جسمه متغطى كده بجلد سميك مشعر، شايفين معايا، عشان يقدر ان هو يتكيف يتأقلم لكي يعيش الصحراء. طبعا هقول له اجابة روم. polar bear الدب القطبي has thick white fur، عنده thick white fur يعني عنده فرو بيكون لونه ابيض كثيف to adapt to live in forests، عشان يعيش في الغابات. هو عندنا polar bear بيعيش in forests، بيعيش في الغابات؟ لا طبعا، فاكرين احنا قلنا فين؟ بيقول احنا قلنا المره فاتت ان هو بيعيش in polar region، يعني في المنطقه القطبيه. هنا بيقول في الدرس بتاعنا هنتعلم مع بعض types of adaptations، ايه انواع التكيف. يا ترى عندنا ايه انواع التكيف؟ عندنا التكيف في نوعين، في structural adaptation وعندنا في behavioral adaptation. structural adaptation يعني تكيف تركيبي، اما behavioral adaptation ده تكيف سلوكي. طب ايه الفرق ما بينهم؟ عندنا اول حاجه structural adaptation means معناه it is a change، يعني ده تغيير in the body structure، في تركيب الجسم of a living organism to help it survive، تغير في تركيب جسم الكائنات الحية علشان تساعدها ان هي تبقى على قيد الحياة. وطبعا structure adaptation دي حاجة بتكون طبيعة فيها، يعني حاجة هي مخلوقة بيها. زي ما كده جينا من فوق وقلنا ايه، قلنا ان الجمل عنده ايه، عنده special thick hairy skin، عنده جلد تكون سميك مشعر، فبالتالي الجلد ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقه له، فدي حاجة يعني من غير ارادته او حاجة هو مخلوق بيها، فده بقول عليه structure adaptation، يعني تكيف بيكون تركيبي، يعني حاجة متركبة فيه او حاجة مخلوقة بيه. تمام. يبقى معناه it's a change، ممكن يجيني في الامتحان يقول لي it is a change in body structure of living of a living organism to help it survive. هقول له ده structural adaptation. زي ايه؟ عاوزين كده example على الجزئية دي، هقول the blood vessels الاوعية الدموية اللي موجودة in penguins feet. فاكرين الدرس اللي فات لما اخدنا penguins feet، اخدنا اقدام البطريق وازاي هو يقدر ان هو walk on the ice، يقدر ان هو يمشي على التلج، وقلنا ده بيكون بسبب عندنا ايه blood vessels الاوعية الدموية. عندي حاجة هو مخلوق بيها، يعني مش سلوك او حاجة، يعني التركيب في جسمه هو ربنا سبحانه وتعالى خلقه له، فبالتالي ده عندنا structure adaptation يعني تكيف بيكون تركيبي. تمام. عندنا زي thick fur of the polar bear، يعني زي الفرو السميك اللي موجود عندنا في الدب القطبي، ده بقول عليه برضو structure adaptation. طالما حاجة خلقها الله سبحانه وتعالى فده بقول عليه structure adaptation يعني تكيف تركيبي. اما عندنا behavioral adaptation، التكيف اللي هو السلوكي، it is a change in the behaviors or acts of a living organism to help it survive. يعني هو تغير في ايه، في behaviors or acts. behaviors يعني سلوك، او هنا عندنا acts يعني تصرف، السلوك او التصرف بتاع الكائنات الحية علشان يساعدوا على البقاء. لكن هنا عندنا التغير اللي عندنا structure adaptation ده بيكون in the body structure،
في تركيب الجسم، لكن هنا بيكون فين؟ بيكون in the behaviors or act، يعني في تصرف أو في سلوك الكائنات الحية برضو علشان يساعدها to help it survive. يبقى عندنا adaptation ده بيعمل ايه؟ بيساعد الكائنات الحية living organisms to help it survive، بيساعدها ان هي تبقى أو تنجو على قيد الحياة. عندنا التيبل ده مهم جدا جدا، طبعا بيجي عليه أكتر من سؤال بأكتر من صيغة، فلازم نذاكر كويس الجدول ده. عندنا example زي مين؟ زي desert lizard، زي سحلية الصحراء looks for shade. سحلية الصحراء بتبحث عن مكان، مكان يكون ظل shade during hot sunny days، يعني أثناء الأيام اللي بتكون مشمسة حارة. فده عندنا تكيف بقول عليه behavior. ليه behavior؟ عشان هي اللي بتعمل كده، يعني مش حاجة موجودة في جسمها، لا هي بتدور، فده سلوك أو تصرف هي بتقوم بيه علشان تحمي نفسها من إيه؟ من درجة حرارة أو من الأيام اللي بتكون مشمسة أو بتكون فيها الجو حار أو شديد الحرارة. فهي بتعمل إيه؟ look for، بتبحث عن shaded يعني مكان بيكون مظل اثناء ايه؟ hot sunny days، اثناء لما بيكون الجو مشمس او شديد الحرارة. طب عندنا كمان زي migration. migration معناه ايه؟ migration معناها هجرة. نعرف migration of some animals، هجرة بعض الحيوانات towards اتجاه certain regions، يعني اتجاه مناطق بتكون محددة، يعني الحيوانات لما بتهاجم من منطقة لمنطقة، زي ما احنا بنشوف ان في اماكن بتكون شديدة البرودة، فبالتالي عندنا birds بتعمل migration، يعني بتهاجر towards certain regions، بتهاجر لمناطق محددة طبعا عشان درجة الحرارة او عندنا في تغير بيكون in the weather في الطقس، فبالتالي هي بتنتقل من مكان لمكان، فده اسمها migration. اسمها ايه؟ migration. طيب تعالوا مع بعض اهم الكلمات. عندنا special 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 معناها خاص او مميز. thick hairy skin thick hairy skin معناها جلد سميك مشعل. هنا change تغير. structural adaptation structural adaptation يعني تكيف تركيبي. طبعا الكلمة دي مهمة جدا جدا جدا، هي والكلمة دي. وعندنا behavioral adaptation behavioral adaptation تكيف سلوكي. وعندنا migration اللي هي الهجرة migration. تمام. طيب بيقول بعد كده هنا now we will study types of adaptations in some different animals، هندرس انواع التكيف في بعض الحيوانات المختلفة. يلا نشوف مع بعض. تعالوا معايا هنا نشوف اول animal معايا، وهو فينيك فاكس. فينيك فاكس اللي هو ثعلب الفينيك، شايفين معايا. طبعا هناخد اول حاجة الهابيتات بتاعته، هو عايش فين. هنشوف مع بعض structure adaptation وهنشوف behavior adaptation. شايفين معايا طبعا هو الكتاب المعاصر هنا الحقيقة منظمها جدا، حاططها زي ما شايفين في tables في جداول كل الأجزاء دي. طبعا كل كلمة أنا هقولها دلوقتي هي مهمة جدا جدا جدا، بتيجي في choose، تيجي في صح وخطأ، ممكن تيجي في give reason for، المهم إنه بيجيب جزء منها في الامتحان. تمام. طيب تعالوا مع بعض. اول حاجه عندنا فينيك فاكس ثعلب الفينيك. اول حاجه عندي هابيتات، الهابيتات الموطن بتاعته بيعيش فين؟ قلنا قبل كده بيعيش في هوت دراي ديزرت، يعني في الصحراء الحاره الجافه. هوت دراي ديزرت يبقى بيعيش فين؟ هوت دراي ديزرت في الصحراء الحاره. تعالوا مع بعض نشوف structural adaptation التكيف التركيبي، وقلنا ان هو بيكون change in the body structure، بيحصل او بيكون التغير ده في تركيبه. بيقول هنا it has a tan colored coat، عنده ايه؟ قلنا عنده tan colored coat، فاكرين المرة اللي فاتت قلنا عنده ايه؟ tan colored coat او بقول sandy colored fur. تمام. ده بيعمل ايه؟ provides camouflage، يعني انه بيزود التمويه to hide in a sandy rocky environment، يعني ان هو بيزوده ان هو يقدر يعمل تمويه علشان يستخبى في ايه؟ والبيئة الرملية والبيئة الصخرية. يبقى عندنا زي ما شايفين طبعا هو عنده tan colored coat، زي ما شايفين معايا بيقدر ان هو يعمل ايه؟ camouflage، ان هو يقدر ان هو يعمل تمويه او يستخبى يعني in a sandy rocky environment. ايه تاني عندنا؟ فدي نمبر 1، يقول لي في الامتحان give reason for، يقول لنا fennec fox has tan colored coat. ليه؟ هتقول because it provides camouflage to hide in a sandy rocky environment. ايه تاني عندنا؟
هقول protect this age from the hot sun، يعني ان هي بتحميه من درجة حرارة الشمس او سخونية الشمس. ايه عنده تاني؟ يبقى عنده اول حاجة structure adaptation، دي عندنا كده A، عنده تاني color decode، وعنده كمان structure adaptation بتاعته دي عندنا B، عنده extra large ears، عنده اذن كبيرة، شايفين معايا؟ عنده ايه؟ عنده large او extra large ears، عنده اذن كبيرة. طيب اهميتها في ايه؟ to help it lose، يعني ان هي تفقد زهيد الحرارة، to cool its body، يعني علشان يبرد جسمه. يبقى الاذن بتاعته دي كبيرة بتعمل له ايه؟ بتخليه ان هو يفقد، يبقى help it lose the heat to cool its body، بتساعده ان هو يفقد درجة الحرارة علشان يعمل cool، يبرد its body، يبرد جسمه. يبقى عندنا زي ايه؟ structure adaptation، هقوله ان هو it has tan colored coat، وعنده كمان it has extra large ears، ده عندنا structure adaptation عند فينيك فوكس، تمام؟ وطبعا زي ما قلت في الامتحان ممكن يجي لي كده يقول لي give reason for ليه عنده كذا، وممكن يقول لي give reason for برضو ليه عنده extra large ears، هقوله كده. طبعا ممكن يجي لي صح وغلط، ممكن يجي لي تصحيح الخطأ يعني، واختر، المهم ابقى عارف كل الاجزاء دي. طيب عندنا behavioral adaptation، التكيف السلوكي، هقول it pants like dogs، ان هو يلهث زي الكلاب، بيعمل صوت كده زي من الكلب كده، بيعمل صوت كده، صوت اللهث بتاع الكلب كده، هو بيعمل زي الكلب بالظبط. لما يجي لي في الامتحان نقط بيعمل pants like dogs، هقول له فينك فوكس. طيب طبعا ده behavior adaptation، تكيف سلوكي، او ده سلوك هو بيعمله. طب هو ليه بيعمل كده؟ هقول to cool its body، علشان يبرد جسمه. where it takes up to 700 breaths per minute، حيث هو بيستغرق قد ايه؟ 700 نفس لكل دقيقة. في الدقيقة الواحدة هو بيقدر يطلع نفس قد ايه؟ 700. قد ايه عندنا؟ 700 في per minute، يعني في الدقيقة الواحدة. يبقى جيلي في الامتحان يقول لي behavior adaptation for fennec fox، اقول له it pants like dogs، ان هو بيلهث زي الكلاب. هيقول لي مثلا give reason for، هقول له to cool its body، علشان يقدر ان هو يبرد جسمه. طيب عندنا دي طبعا ده ايه؟ طبعا ده عندنا الجزئية دي لما يقول لي give reason for. عندنا بعد كده دي بي، it lives in burrows، ان هو بيعيش في جحور، بيعيش في جحور زي ما شايفين كده في البيكتشر اللي قدامكم دي، بيعيش فين؟ بيعيش في جحور. طيب ليه؟ هقول to stay cool during the sunny days، علشان يبقى بارد اثناء اليوم المشمس. شايفين معايا؟ هو هنا من جوه قاعد، ليه جوه في البارو ده؟ قاعد هنا علشان يخلي جسمه to stay cool during the sunny days، علشان يبرد من درجة حرارة جسمه، علشان يحمي نفسه من sunny days، يحمي نفسه من الأيام اللي بتكون فيها شمس أو الأيام المشمسة يعني. دي بقى دي A، وعندنا B. تالت حاجة عندنا C في behavior adaptation، هقول it eats all kind of food، إنه بياكل كل أنواع الطعام. شايفين معايا؟ يبقى عندنا دي نمبر 3. طيب بياكل ايه؟ بياكل عندنا insects، الحشرات، fruit، فواكه، plant roots، جذور النباتات، and even the remains from another animal، يعني ان هو بياكل بقايا من الفرائس، الحيوانات الاخرى، يعني الحيوانات اللي بتكون ميتة، او حيوانات مثلا افترست فريسة، فالبقايا من الفريسة دي هو بياكلها. يبقى عندنا تلات حاجات اللي باللون الاسود الغامق ده، دول عندنا behavior adaptation for fennec fox، وعندنا ده structure adaptation، اللي هما الاتنين دول تمام. طبعا مهمين جدا. شوف مع بعض بعد كده arctic fox. الarctic fox عندنا الهابيتات بتاعته بيعيش فين؟ بيعيش في تاندرا ديزرت. بيعيش فين؟ تاندرا ديزرت، يعني صحراء التاندرا. بيعيش فين؟ في صحراء التاندرا. طيب ايه كمان عندنا؟ with temperature as cold as 50 degrees celsius، يعني 50 درجة سيليزيوس، below zero تحت الصفر، in the winter في الشتاء، in the winter months يعني في شهور. يبقى عندنا الهابيتات بيعيش فين؟ زي ما شايفين معايا بيعيش هنا في درجة حرارة بتكون باردة، 50 درجة تحت الصفر في الشتاء. طيب شايفين معايا؟ طبعا ده شكله بيكون in winter،
في الشتاء وده شكله بيكون in summer في الصيف. هو عنده ليه شكلين، في ليه شكل بيكون in the winter وبيكون عندنا in summer في الصيف. طيب تعالوا مع بعض نشوف structure adaptation، التكيف التركيبي بتاعه. عنده ايه؟ thick fur coat، عنده thick fur coat يعني عنده غطاء سميك فرو. تمام، ده اهميته في ايه؟ طبعا دي حاجه خلقها له ربنا، فبالتالي هي ستراكشر ادابتيشن، حاجه في جسمه، حاجه في طبيعته. تمام، مش حاجه هو بيعملها، لا دي حاجه هو ربنا خلقها له ان هو عنده ثيك فير كود. تمام، طب ايه اهميه الثيك فير كود ده؟ بيعمل ايه؟ تو كيب اتس بادي وورم، علشان يدفي جسمه. طبيعي هو عايش في منطقه كلها عندنا ايس يعني كلها تلج، وعايش في 50 ديجري سيليزيوس بيلو زيرو يعني منطقه بتكون مليانه بالايس زي ما شايفين معايا. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى مديله ثيك فير كود يعني فرو كثيف يعني او متغطى بفرو كثيف to keep its body warm علشان يحافظ على الدفء في جسمه in extreme cold climate في درجة الحرارة او في المناخ اللي بيكون شديد البرودة. تمام، طيب عنده ايه؟ يبقى دي اول حاجة عنده موجودة في structure adaptation. لما اجي اقول لك كده architect fox هقول له tan color the coat، تقول له true or false، طبعا هتقول لي لا يا مس ده false، يعني عندنا فينيك فوكس هو اللي عنده tan color the coat. تمام، فلازم نحفظ الاجزاء دي كويس جدا. تمام، طيب عندنا نمبر 2 هقول its fur coat is white during winter but turns brown in summer when the snow melts. بيقول ان الفرو بتاعه مغطى، الفرو بتاعه بيكون لونه وايت during winter، اثناء الشتاء بيكون لونه ايه؟ بيكون عندنا لونه وايت اثناء الشتاء. تمام، يبقى عندنا in the winter هو لونه بيكون وايت. بيقول buttons لكن بيتحول للون عندنا براون، شايفين معايا اللون البراون هو بيتحول ليه في in the summer، وبعد كده بيتحول للون البني. هنا بيقول when the snow melts لما بينصهر عندنا الجليم. ليه؟ هقول to help it يعني علشان يساعده، sneak up يعني يتسلل، on prey على الفريسة in any season يعني في، يعني دلوقتي احنا عندنا in the winter شايفين معايا التلج لونه طبعا وايت، فبالتالي هو بيكون لونه وايت. ليه؟ زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان هو بيستخبى في الايس ده، وبالتالي بيقدر ان هو يعمل سنيك اب ان هو يتسلل وينقض على الفريسة، او هو بيعمل هايد ان هو بيستخبى علشان برضو البريدتورز الاعداء ميجوش ويهجموا عليه ويك. هو في كلتا الحالتين هو بيقدر ان هو بيعمل ايه؟ كاموفلاج. تمام، يبقى عندنا في الوينتر بيكون لونه وايت. طيب بعد كده الشتاء خلاص خلص، لما الشتاء بيخلص بيحصل ايه؟ بيحصل عندنا سنو ميلت، التلج بيبدا ان هو يدوب او بيسيح يعني التلج. لما بيسيح التلج لونه بيتحول ويبقى لونه ايه؟ لونه براون زي ما قلت. ليه؟ علشان يقدر ان هو يعمل سنيك اب يتسلل على براي الفريسه زي ما قلت في اني ان اني سيزون. يبقى عندنا الخاصيه دي اللي هو عنده بيكون سبحان الله يعني عندنا اتس فير كوت از وايت يعني بيكون عندنا الغطاء بتاعه بيكون لونه ابيض during winter اثناء الشتاء but turns brown in summer لكن بتحول اللون البني عندما، وهنا بيقول when the snow melts عندما التلج بيبدا ان هو يسيح او يذوب. ليه؟ هقول to help it sneak up on prey in any season. تمام، طيب بعد كده عندنا number 3 من structure adaptation of arctic fox has short ears، عنده short ears and legs to help it stay warm. عنده short ears يعني اذن قصيرة، وعنده كمان legs ورجلين to help it stay warm علشان تساعده ان هو يبقى ايه؟ stay warm يعني يبقى دافئ. تمام، يبقى عنده ايه؟ عنده short ears. يجي في الامتحان يقول لي arctic fox has extra large ears، هتقول له true or false؟ لا طبعا يا ميس، انت قلتنا من فوق ان اللي عنده extra large ears ده عندنا fennec fox ثعلب الفينك. فهمتوا معايا اقصد ايه نظام الامتحان او نظام الاسئله بيجي ازاي؟ يجي بالطريقة دي. يبقى عندنا ايه؟ عندنا هنا يبقى عندنا arctic fox عنده short ears and legs. ليه؟ يقول لي give reason for، يقول لنا arctic fox has short ears and legs هقول له to help it stay warm. تمام؟ طيب تعالوا عندنا behavior adaptation، هقول طبعا behavior adaptation تكيف سلوكي يعني سلوك هو بيعمله.
It lives in burrows. بيعيش فين؟ في جحور. طبعا كلمة burrows دي كلمة مهمة جدا جدا، حط تحتيها 100 خط. To stay warm at night، علشان يبقى دافئ بالليل. يبقى هو بالليل بيقعد فين؟ بيقعد in the burrows، يعني في جحور. To stay warm. ايه تاني عندنا من behavior adaptation؟ هقول it eats all kind of food، زيه بالظبط زي عندنا behavior adaptation بتاعة الفينيك فوكس، زيه بالظبط برضو هو بياكل كل انواع الطعام، بياكل insects وفروت وبلانت روز، حشرات وفاكهة وجذور النباتات. بيقول and even the remains from another animal's prey، وبياكل كمان كل البقايا بتاعة الحيوانات او فرائس الحيوانات التانية. تمام، هما الاثنين زي بعض في الجزئيه دي، مفيش اي اختلاف. طيب تعالوا مع بعض، هنا جايب نوت بيقول the special shape of ears، الشكل المميز بتاع الاذن بتاعه in both phoenix and arctic fox، عند الفينيك فوكس وعند الاركتيك فوكس هما الاثنين عندهم كده اذن بتكون خاصه. هقول allow بتسمح لهم excellent hearing to help them hunt. هما اتنين الاذن بتاعتهم، عندنا الفينيك فوكس قلنا عنده اكسترا لارج ايرز، عنده اذن كبيره تمام، وعندنا اركتيك فوكس عنده شورت ايرز. الاذن عند الاثنين دول عندهم ايه؟ عندهم هما الاثنين هقول ان هي سبيشال شيب، ليها شكل مميز او خاص. هنا يقول لي في الامتحان جيف ريزون فور، هقول له ايه؟ هقول له تو الاو اكسلنت هيرنج تو هيلب ذيم هانت، يعني ان هما عندهم سمع او تسمح ليهم، يعني بيكون عندهم سمع بيكون ممتاز علشان يساعدهم تو هانت ان هما يصطادوا. تمام، لانهم طبعا بيقدروا يسمعوا صوت الفريسه، فبالتالي بيحددوا مكان الفريسه ويبداوا ان هما يعملوا سنيك اب، يقدروا يتسللوا وينقضوا على الفريسه. تمام كده، هنا بيقول جيف ريزون فور، اعطي سبب ليه. Both fennec fox in hot dry desert and arctic fox in cold tundra eat all kinds of food. بيقولك الاثنين الفينيك فوكس وعندنا الاركتيك فوكس هما الاثنين يعني بياكلوا كل انواع الطعام، زي ما دلوقتي قلت انا في البدايه فوق قلت هما الاثنين بياكلوا نفس انواع الطعام. طيب ليه؟ هقول because، لان it is hard، لانه من الصعب to find food، ان هما يجدوا طعام in hot dry desert، يعني بالتالي هل في الصحراء احنا ممكن نلاقي طعام؟ صعب جدا يعني. فبالتالي هما بيتغذوا على insects الحشرات، بيتغذوا على plant roots جذور النباتات، fruit لو في مثلا ثمار فاكهة مثلا موجودة في الديزرت في الصحراء، فبالتالي هما بيتغذوا عليها، وزي ما قلنا كمان بقايا الحيوانات او بقايا فرائس الحيوانات. تمام، عشان كده احنا ايه، علشان كده هما الاثنين بيتغذوا على كل انواع الطعام، اي حاجة قدامهم هما بياكلوها. يبقى عندنا جينا في الامتحان هقول له ليه it's hard to find food، لانه من الصعب ان يجدوا الطعام in the hot dry desert and in the cold tundra، من الصعب ان هما يجدوا الطعام في الصحراء الجافة الحارة، وفي الصحراء اللي هي عندنا cold tundra اللي هي الصحراء الباردة او تندرا الباردة. بيل شارك، عندنا مين؟ بيل شارك، بيل شارك اللي هو قرش الثور. بيقول هنا most sharks، معظم القروش can live only in salt water. طبعا ده بيجي سؤال في الامتحان ومهم جدا، بيقول لك ان معظم القروش اللي هو القرش يعني تمام، يقدر ان هو يعيش فقط فين؟ في salt water، يعيش في المية المالحة. ده عندنا مين؟ sharks او most sharks، يعني بعض من او معظم القروش بيعيشوا فين؟ in salt water. لكن عندنا بيل شارك اللي احنا هنتكلم عنه النهارده ده، their bodies have adapted to live in both fresh water and salt water. عندنا بيل شارك ده بيعيش في الاثنين، في fresh water و salt water. يعني ايه fresh water؟ يعني الميه العذبه، الميه العذبه مين بيعيش فيها؟ عندنا بيل شارك، وبيعيش كمان عندنا في salt water في الميه المالحه. يبقى salt water مية مالحة، fresh water معناها مية عذبة، وهناخدها دلوقتي من تحت خالص في الكلمات المهمة. يبقى عندنا most sharks can live only in salt water. تمام، يجيني في الامتحان هقول له إجابة إيه؟ هقول له إجابة true. يجيني في الامتحان برضه يقول لي bell shark can live only in salt water، إن البيل شارك بيعيش فقط في المية المالحة. يبقى انا شاطر وفاهم، وهقول له ايه؟ هقول له فولس. ليه فولس؟ علشان هو بيعيش both in fresh water and salt water، بيعيش في الاثنين، في الميه المالحه والميه العذبه. تمام، طيب تعالوا مع بعض هناخد ايه؟ هابيتات
structure adaptation هناخد behavior adaptation. عندنا الهابيتات بيعيش فين؟ انا لسه دلوقتي قلت بيعيش ان هو بيعيش في fresh وصول في fresh water المية العذبة وصولت water في المية المالحة. طيب structure adaptation حاجة يعني موجودة في its body is adapted to survive in fresh water. جسمه يتكيف ان هو يبقى في المية fresh العذبة. ليه؟ يجيني سؤال where no other sharks live in fresh water. اني مفيش حد تاني من انواع sharks اللي هي القشور التانية بيعيش في المية العذبة. تمام؟ فبالتالي so it competition to find food. بالتالي هو عنده منافسة بتكون اقل علشان يجد الطعام. دلوقتي احنا قلنا ان كل sharks او most sharks كلهم بيعيشوا in salt water ان هم بيعيشوا في المية المالحة. تمام؟ طيب يبقى عندنا في هنا الفرصة ان كل عندنا sharks بتعيش في salt water. فبالتالي عندنا هيبقى في competition هيكون في منافسة ان مين فيهم يحاول او try to find food ان هو يحاول ان هو يجد الطعام. تمام؟ فبالتالي عندنا النسبة عندنا food الطعام هتكون اقل لان عندنا في sharks. تمام؟ لكن عندنا بيل شاركي طبعا بيقول ان هو adapt بيقدر ان هو طبيعة جسمه ان يتكيف في fresh water يتكيف في المية العذبة. فبالتالي عندنا بيكون it has less بيكون عنده منافسة اقل less competition منافسة اقل to find food علشان يجد الطعام. تمام؟ طيب يقول كمان it uses a camouflage ان هو بيستخدم التمويه استراتيجي اللي هي استراتيجية يعني التمويه called اسمها counter shading. اسمها ايه؟ counter shading يعني التباين اللوني. عنده تباين لوني من اسمها تباين لوني يعني عنده كده في الوان. يبقى عندنا يقولك في الامتحان ان بيل شارك uses بيستخدم نقط بيستخدم counter shading. بيستخدم ايه؟ counter shading اللي هو التباين اللوني. وطبعا في الامتحانات كتيرة هتلاقوا الجزئية دي ان عندنا بيل شارك uses camouflage استراتيجي بيستخدم استراتيجية التمويه اسمها counter shading وحيث it has dark back عنده ظهره لونه غامق and wide belly to sneak up وعنده wide belly يعني بطنه لونها ابيض. يبقى عنده ايه؟ عنده dark back وعنده wide belly. wide belly معناها بطن لونها ابيض. طيب ليه هو عنده الحاجات ديت او ليه؟ طبعا احنا عارفين الحاجات دي كلها structure adaptation تكيف يعني بيكون تركيبي طبعا زي ما قلنا حاجة مخلوق بيها. طيب ليه؟ هقول to sneak up علشان يتسلل on prey على الفريسة بتاعته. علشان يتسلل على ايه؟ على الفريسة. طيب يعني ايه تسلل على الفريسة؟ تعالوا هنا بيقول ايه؟ when an animal عندما الحيوان swims يعني بيعوم above in the ocean في المحيط it may not see the pearl shark هو ما بيشوفش pearl shark in the shadows يعني في الظلام due to its dark back بسبب لونه الغامق او بسبب لون ظهره الغامق. اي حيوان بيكون بيعوم من فوقه فبالتالي هو ما بيقدرش يشوف لونه الغامق ده. تمام؟ ما بيقدرش يشوف ايه لونه الغامق ده بسبب عندنا شادو اللي هو الظل. تمام؟ طيب عندنا كمان تحت بيقول when an animal لما الحيوان هنا swims underneath يعني الحيوان بيعوم تحت the bill shark and looking up وبينظر لفوق بيقول the bill shark may blend in with the bright light بيكون يعني لونه بيمتزج مع الإضاءة اللامعة the sun يعني للشمس due to its wide belly the sun due to its wide belly يعني بسبب لون بطنه البيضة. يبقى الحيوان معدي من فوق هيلاحظ ان جسمه هيكون لونه دارك فبالتالي هو مش هيقدر يشوفه. الحيوان معدي من تحت وهيبص لفوق فبالتالي هيلاقي عندنا بطنه لونها ايه؟ قلنا عنده وايد بيلي بطنه لونها ابيض فبالتالي هو برضو مش هيقدر يشوفه بسبب عندنا برايت لايت اوف ذا سان بسبب يعني ضوء الشمس اللامع. تمام؟ يبقى ده عندنا ستراكشر اوف ادابتيشن لبيلي شارك لحيوان اللي هو عندنا بيلي شارك. طيب بعد كده عندنا ايه كمان؟ بيقول من ستراكشر ادابتيشن عنده هاز شارب تيث عنده شارب تيث. ليه عنده شارب تيث؟
to cut a spray's flesh، يعني علشان يقطع اللحم بتاع الفرائس بتاعته. يبقى it has sharp teeth، عنده أسنان بتكون حادة علشان يقدر يعمل cut، يقطع a spray's flesh علشان يقطع اللحم بتاع الفرائس. طيب بعد كده عندنا behavior adaptation، هقول it eats different types of food، بياكل برضو انواع مختلفة من الطعام. as it lives in both fresh water and salt water، اي حاجة في المية الملحة والمية العذبة هو طبعا بياكل كل حاجة. it hunts during the day، بيصطاد اثناء، بيقول the day اثناء النهار، and the night او and at night في الليل. so it can surprise its prey، بيقدر يعمل surprise، بيفاجئ الفريسة بتاعته. هو شغال بيصطاد بالليل تمام وبيصطاد بالنهار تمام، مش فارقة معاه في أي وقت، هو بيقدر يعمل hunt during the day and the night. so لذلك it can surprise its prey، بيقدر يعمل surprise للprey بتاعته، للفريسة بتاعته، ويقدر ان هو يتسلل وينقض عليها. طيب تعالوا كده مع بعض هنا. طبعا الجزئيه اللي شرحناها دي هو بيتكلم عن counter shedding in pearl shark، اللي هو ظاهره التباين اللوني عند قرش الثور. طبعا بيقول it is a change in the body structure of a living organism to help it survive، يعني بيقول هو تغير في تركيب جسم الكائنات الحيه علشان يساعده ان هو ينجو. احنا على طول شفنا هنا عندنا body structure، يبقى على طول عرفنا ده structure adaptation. هنا عندنا بيقول behaviors or act، يبقى عطول عرفنا behavior adaptation، التكيف السلوكي. طيب تعالوا مع بعض، هنا جايب التابل ده ونبدأ نحله. بيقول هنا عندنا فينك فاكس وعاوز structure adaptation، وطبعا بنختار من الحاجات اللي فوق. الفينك فاكس عنده ايه structure؟ اول حاجة عنده tan colored coat، عنده ايه tan colored coat، يبقى هكتب كده عنده tan، هقول له colored، تمام، هقول له coat. طيب عنده ايه كمان؟ عندنا شايفين طبعا هو عنده بيقول big ears، هو عنده big ears، تمام، عنده big ears. طيب عنده بيقول strong senses of hearing، عنده حاسة بتكون بتاعت السمع قوية جدا. behavior adaptation هو جاي بيقول ان هو living in paro، بيعيش يعني في جحور، وبيأكل كل انواع الحيوانات، بيأكل كل انواع الطعام. طيب ايه كمان قلنا عنده؟ panting، يعني ايه panting؟ اللي هو اللهس، قلنا بيعمل ايه؟ panting like dogs، يعني بيلهث زي الكلاب. طيب الاركتيك فاكس عنده ايه؟ عنده short ears، عنده ايه؟ عنده short ears and legs. كمان عندنا هقول camouflage by season، يعني بيقدر يعمل تمويه طبعا زي ما قلنا في winter، وقلنا اتكلمنا عن summer، تمام، يبقى هقوله هنا بيعمل ايه؟ camouflage by season، فانا هكتب هنا بس كده camouflage، وانتوا كملوها للاخر، تمام. عندنا بيل شارك، بيل شارك طبعا عايزين ستراكشر اوف ادابتيشن، التكيف التركيبي بتاعه. عنده اول حاجه هنا بيقول شارب تيس، عنده اسنان حاده، تمام. طيب عنده ايه كمان؟ كان ليف ان فريش ووتر، فدي عندنا نمبر 2، هكتبها من تحت هنا، من تحت خالص هكتبها مع دي. وعندنا نمبر 3 هقول عنده بيعمل ايه؟ كاونتر شيدنج، اللي هو التباين اللوني. طيب و behavior adaptation هقول ان هو بيعمل ايه؟ hunt in، هقول hunt is in day and night، يعني بيصطاد بالليل والنهار، طبعا هكتبها دي هنا، تمام. طيب بعد كده اخر حاجة معانا هنا الحرباية، معناها the panther chameleon، يعني تعالوا مع بعض نتعرف عليها ونشوف. بيقول هنا lizards are from reptiles، السحالي من ايه؟ من الزواحف. عندنا الكلمة دي مهمة وبتيجي في الامتحانات، يجيني في الامتحان يقول لي lizards are from، هقول له reptiles، من الزواحف. that are an ancient type of animals، يعني بيقول ان هو نوع قديم من الحيوانات. found all over the world، يعني موجود حول العالم. in different environments، في بيئات مختلفة. bodies of reptiles، يعني اجسام الreptiles دي اللي هي الزواحف. are covered with skulls، مغطاة بسكولز، يعني حراشيف. وطبعا الكلمة such as، زي مين قلنا عندنا اللي مغطى بجسمها؟ عندنا skulls، فاكرين الحلقة اللي فاتت قلنا stirred agama lizard، فاكرينها؟ and panther cameron، و panther cameron، يبقى عندنا الاتنين دول جسمهم مغطى بايه؟ بسكولز، يبقى عندنا البادي بتاعها مغطى بايه؟ بسكولز، يعني حراشيف، تمام.
طيب وعندنا هما الاثنين شايفين معايا بيقول اجسامهم، اجسام عندنا الريبتايلز دي are covered with scales، مغطاة بالحراشيف. تعال نشوف مع بعض adaptation of the panther coming to survive in its environment، يعني التكيف عند الحرباء علشان تقدر ان هي تعيش او لكي تنجو في طيب اول حاجة هنشوف مع بعض زي ما تعودنا نشوف habitat وهنشوف structure adaptation عند كاملين وهنشوف كمان behavior adaptation. تمام تعال نشوف الهابيتات هي عايشة فين. عايشة في tropical rainforest. tropical rainforest معناها الغابات الاستوائية، يبقى هي عايشة فين؟ عايشة في الغابات الاستوائية المطيرة، يبقى دي اول حاجة، يبقى هي عايشة tropical rainforest الغابات الاستوائية المطيرة. طيب دينا structure adaptations، تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجة بيقول Cameron eyes can face opposite directions، لديها عينان يمكنهما النظر في اتجاهين مختلفين. بيقول where each eye، كل عينين can move independently، يعني بتعيش بشكل او تتحرك بشكل مستقل، بتتحرك بشكل مستقل from the other، يعني من الاخرى. so لذلك one eye، العين الواحدة كان search for food، يعني في عينين واحدة بتبحث عن الطعام like insects زي يعني الحشرات، طبعا بتاكل insects الحشرات. while بينما the other eye، والعين التانية looks out for danger، العين التانية هي بتراقب الخطر. in a different direction، يعني في الاتجاه الاخر. يبقى هي عندها two eyes، عندها عينين، عين منهم بتعمل بيها ايه؟ search for food، بتبحث عن الطعام like insects يعني زي الحشرات، والعين التانية بتعمل ايه؟ look out for danger، يعني بتراقب اي خطر. in a different direction، يعني في الاتجاه الاخر. has V shaped feet، القدم بتاعتها على شكل حرف ال V، and a tail، والديل بتاعها like a hand، وايديها او الديل بتاعها شايفين معايا شبه ايه؟ شبه عندنا الايد. تمام عشان يجيني في الامتحان يقول لي مثلا عندنا الفينيك فوكس has v shaped feet and a tail like a hand، هقول له طبعا اجابة فولس. عندنا مين؟ كاميلين. الكاميلين اللي هي عندها حرف ال V، عندنا رجليها شبه حرف ايه؟ شبه حرف ال V. تمام والديل بتاعها شبه ايه؟ شبه عندنا هاند، الايدين. يجيني في الامتحان يقول لي جيف ريزن فور، هقول له تو هولد ذا برانشز اوف تريز، علشان تمسك او تتشبث يعني في فروع الاشجار زي ما شايفين معايا بالشكل ده. يبقى يقول في الامتحان جيف ريزن فور ليه الكاميرون هاز في شيب ديفيت ان اتيل لايك ا هاند، هقول له تو هولد تايتلي ذا برانشز اوف تريز، علشان يعني تمسك او تتشبث يعني في فروع الاشجار. فده عندنا كده نمبر 1 من structure of adaptation، وعندنا ده نمبر 2. نيجي هنا نمبر 3 بيقول has brightly colored skulls، شايفين معايا عندها ايه؟ عندها brightly، عندها الحراشيب بتاعتها ملونة ولامعة، شايفين معايا. يجيني في الامتحان برضو يقول لي give reason for، هقول to help it، علشان تساعدها ان هي تعمل camouflage، تعمل تمويه and hide، وتستخبى between green leaves، بين الأشجار الخضراء and colorful flowers، والزهور الملونة. دي كده عندنا structure of adaptation. تعالوا مع بعض نشوف behavioral adaptation. when Cameron find itself in danger، لما بتلاقي نفسها في خطر بيحصل ايه؟ it doesn't have teeth or claws، هي ما عندهاش أسنان وما عندهاش مخالب. for defense، علشان تدافع عن نفسها. but ولكن has one last trick to scare it، بيقول لكن هي عندها حيلة لإخافة أعدائها عند الشعور بالخطر وظهورها بشكل شرس. بتعمل ايه؟ اول حاجة بتعمل puff، it puffs up its body with air، بتنفخ جسمها بالهواء. بتعمل ايه؟ طبعا التلاتة دول مهمين جدا وبرضو بيجوا في الامتحان، يقولك ازاي عندنا الكاملين دي تقدر defend ان هي تدافع عن itself، يعني تدافع عن نفسها in danger، يعني في الخطر. اول حاجة it puffs up its body with air، ان هي بتنفخ جسمها او بتعبي جسمها بالهواء. الحاجة التانية it opens its mouth wide، يعني بتفتح بقها بشكل واسع.
تمام. الحاجة التالتة it changes the colors of its skulls، يعني هي بتغير لون الحراشيب بتاعتها علشان تقدر ان هي تساعد نفسها، تمام. بتعمل ايه؟ بتقدر ان هي تغير الحراشيب بتاعتها علشان تقدر تساعد نفسها. يعني ايه؟ يعني هي مثلا لو واقفة على مثلا تري، واقفة مثلا على شجرة لونها اخضر، فبالتالي هي بتحول نفسها على طول للون الاخضر. واقفة على ازهار، فبالتالي هي بتحول نفسها للون بتاع الازهار اللي هي واقفة عليه. ليه؟ فبالتالي عندنا هي كده بتدافع عن نفسها. تعالوا مع بعض كده. طبعا زي ما قلت التلاتة دول حفظ ومهمين جدا 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 جدا، تمام. هنا اهم الكلمات عندنا lizards السحالي، عندنا reptiles يعني زواحف، panther كاملا اللي هي الحرباء، انا عندنا independently معناها بشكل مستقل، hold tightly معناها التمسك باحكام، عندنا last trick الحيلة الأخيرة، عندنا فايرس يعني شرس، tropical rainforest يعني الغابات الاستوائية المطيرة، وعندنا scare يعني خوف، عندنا puff up يعني ينتفخ، attacker معناها مهاجم، وclouds يعني مخالب. وبكده يكون خلص درسنا النهاردة. أتمنى أكون قدرت أفيدكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناة. Thanks for watching. Bye bye.